السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نقدر نشتغل على برنامج كلايمت استوديو جوه برنامج الراينو. فهاجي هنا مثلا اقول له ان انا عايز اشغل الديلايت افيلابيلتي، وتقدر بقى من هنا تغير انت عايز تشتغل على سايت اناليسيس، تقدر تشتغل على الانوال وهكذا. ومن هنا تقدر تجيب الانفورميشن الهيلب، تدخل تشعرك ايه ديت هنا المكان، تمام. لو انت عايز تغير المكان هتيجي هنا وتقدر تدخل تحمل الملف اللي انت عايزه. انا كنت محمل اخر حاجة حملتها كان بتاع كايرو، بتاع القاهرة الخاص اللي هو طبعا المطار. من هنا تقدر تعمل اساين للماتيريال، فكل لير بيبقى عليها الحاجة بتاعتها، فتقدر ان انت تختار لها الماتيريال بتاعتها. هنا هقول له مثلا عايز اضيف في الاريا، خلينا نعمل سيلكت على الفلور. طيب هنا معمولة واير فريم، خليها ستاندرد، وهقول له انا عايز الفلور هو الفلور اللي هي اللير ديت. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل عليها سيلكت، تمام. هو عمل على اللير اللي تحت واللي فوق، تمام. فبيقول لك ده الاي دي والديسكريبشن والسنسور سبيسنج وكل المعلومات اللي انت محتاجها. طيب خلينا نبدأ نعمل الاناليسيس بتاعتها. بيقول لي انت معاك نسخة قديمة لمدة اسبوعين، تبرعوا لشراء نسخة من برنامج على ما يعمل للرندر. كنت لسه بتفرج على مسرحية على الرصيف. هو يعتبر خلص دلوقتي الرندر. ممكن بقى كل نقطة منهم نقول له اظهر لي القيم بتاعتها، شو فاليو، شو نوتس، شو نورمال، وهكذا. تقدر تخفي القيم، ممكن تعمل تغير الستايل بالشكل دوت، ممكن تظهرهم متوسط بالشكل ده. هنا النورس زي ما انت شايف بيتغير الاتجاه بتاعه، ممكن تخفيه وممكن تكبر فيه او تصغر فيه زي ما انت عايز. في نموذج تاني كنت شغال عليه بس مهنج بالشكل دوت، لسه ان شاء الله نحاول نعمله بشكل افضل يعني، بس خد وقت في الريندر للاسف.